اللطيف الفيدار رئيس وفاة التجارة والصناعة والخدمات جهة طنجة تطوان حسيمة. كان سبق أن الغرفة باش انضت واحد اتفاقية شراكة مع النقابة الوطنية للصحافة الوطنية والمهن مهن الإعلام، واللي فيها واحد البوند على أساس باش نكون واحد التكوين ديال المقاولات الصحفية. كما كتعرفوا بأن الغرفة عندها في المهام ديالها هي مهام تمثيلية ومهام استشارية، ولكن كاين الشق المهم ديال دعم المقاولة، وهنا كندخلوا باش ندعموا المقاولات ديال الإعلامية بالخصوص، واللي كنتمنوا إن شاء الله باش ترقى أعلى المستويات وتكون على غرار الدول المتقدمة واللي الصحافة العالمية. اليوم النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام فرع تطوان كتفتتح الموسم الإعلامي ديال الثالث، الموسم اللي كيتحقق فيه واحد الحلم، الحلم ديال الحاضنة الإعلاميين بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات. هاد الحاضنة اللي غادي يكون عندها وقع إيجابي أكيد على العمل للمقاولات الإعلامية الناشئة وعلى العمل الإعلامي المحلي والتطوير دياله. كنفتتحوا هاد الموسم الجديد اللي هو الموسم الثالث بانضمام الزميلين يوسف الحايك وعدنان تليدي، أكيد المكتب ديالنا والباب مفتوح لجميع الزملاء من أجل الاستفادة من جميع البرامج اللي كتقوم بها النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، واللي غادي يكون فيها برنامج تقاسم اللي غادي يكون فيه تقاسم الخبرات، مجموعة من الدورات التكوينية اللي كتهم تغطية الخصائص الموجود في التكوين في المجال الإعلامي، وكنتمنوا التوفيق للجميع. شكروا النقابة الوطنية لهاد المبادرة ديالها باش نحتضنوا داخل الغرفة ديالنا هاد الحاضنة المقاولات الإعلامية اللي مهمة وجديدة على الصعيد الوطني. هي أول حاضنة ديال المقاولة الإعلامية على الصعيد الوطني، وهذا كيشرف لنا كغرفة باش نساهموا ونكونوا شركاء معكم ومع الإعلاميين، لأن بغينا نترقاو كاملين، نخدموا بلادنا كاملين، لأن بالتعاون ديالنا غادي يمكن باش نفعوا بلادنا ونتقدموا لقدام إن شاء الله.